عندما يكون هناك ضعف وفشل في عضلة القلب، فإنه يصعب على القلب ضخ الدم بكفاءة إلى الأعضاء والأنسجة في الجسم، وبسبب هذا الضعف يتراكم الدم والسوائل في الأنسجة بما في ذلك الأقدام والساقين، مما يؤدي إلى تورم واحتباس السوائل في الجسم. إليك طرق علاج تورم القدمين لمريض القلب في هذا الفيديو. عندما يعاني مريض القلب من تورم في القدمين، فإنه من المهم التشاور مع الطبيب المعالج، لأن تورم القدمين لمريض القلب قد يشير إلى أن الحالة تحتاج إلى متابعة طبية وعلاج مناسب، ويمكن للأطباء أن يصفوا أدوية مضرة للبول وأدوية أخرى لتحسين قوة عضلات القلب وتخفيف تجمع السوائل في الجسم. ومضرات البول هي أدوية تستخدم لزيادة إفراز البول وتعزيز عملية التخلص من السوائل الزائدة في الجسم. ويتم وصف مضرات البول لمرضى القلب الذين يعانون من تورم في القدمين نتيجة لاحتباس السوائل. يمكن لمضرات البول تخفيف الضغط الزائد على الأوعية الدموية وتقليل تجمع السوائل في الأنسجة بما في ذلك القدمين، ولكن يجب أن يتم استخدام مضرات البول بحذر وتحت إشراف الطبيب، حيث يمكن أن تكون لها آثار جانبية محتملة مثل فقدان البوتاسيوم والمغنيسيوم وارتفاع مستوى السكر في الدم وتأثيرات على وظائف الكلى. ومع ذلك هناك بعض الإجراءات العامة التي يمكن أن تساعد في تخفيف تورم القدمين لمرضى القلب. أولاً، رفع القدمين. حاول رفع قدميك عند الجلوس أو الاستلقاء لمدة 30 دقيقة في اليوم. يمكن أن يساعد ذلك في تصريف السوائل والتقليل من التورم في القدمين. ثانياً، تقليل الملح في النظام الغذائي. يجب تقليل تناول الصوديوم في الطعام، حيث يساعد ذلك على تقليل احتباس السوائل في الجسم وتخفيف التورم. ينصح بتجنب الأطعمة المالحة والوجبات الجاهزة والمأكولات السريعة. ثالثاً، التحكم بالحالة النفسية. التوتر يمكن أن يؤثر سلباً على حالة مريض القلب ويساهم في زيادة تورم القدمين، لذا من المهم أن يتعلم المريض كيفية التحكم في أعصابه وتقليل التوتر. رابعاً، ممارسة التمارين. استشر الطبيب حول مدى سلامة ممارسة التمارين البدنية المعتدلة، حيث يمكن أن يساعد النشاط البدني مثل المشي الخفيف على تحسين الدورة الدموية وتقليل التورم. بعد التعرف على أبرز علاجات تورم القدمين لمريض القلب، يجب أن تحافظ على صحتك إن كنت مصاباً بمرض القلب لتتجنب المضاعفات كالتورم. إليك بعض الإجراءات الهامة للوقاية من مضاعفات أمراض القلب. أولاً، تناول الدهون الجيدة. تناول الدهون الجيدة مثل زيت الزيتون والأسماك والأفوكادو مفيد لصحة القلب. ثانياً، حافظ على وزن صحي واخسر وزنك إن كنت تعاني من الوزن الزائد. ثالثاً، توقف عن التدخين بشكل قطعي، فهو من عوامل الخطر الأساسية التي تسبب ضرراً للشرايين وتتسبب بمضاعفات من ضمنها تورم القدم. رابعاً، يجب على مريض القلب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية والحبوب الكاملة. ضربات القلب هي نبض الحياة وعلامة على صحة القلب، والنبضات الطبيعية معدلها يتراوح ما بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة، وأي زيادة أو بطء في هذه العملية يعني وجود اضطراب قد يصاحبه الكثير من المشاكل الصحية. إذن ما مدى خطورة ضعف دقات القلب أو بطء دقات القلب، وما الذي عليك معرفته عنها؟ التفاصيل في هذا الفيديو. توجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى المعاناة من بطء نبض القلب، نذكر منها ما يأتي. أولاً، انقطاع النفس أثناء النوم. ثانياً، بعض أمراض القلب مثل مرض القلب التاجي. ثالثاً، تناول الكحول. رابعاً، ارتفاع ضغط الدم. خامساً، التدخين. سادساً، الضغط والقلق النفسي. سابعاً، قصور الغدة الدرقية. ثامناً، بعض أنواع الأدوية.
بطء القلب حتى لو كان أقل من 50 نبضة في الدقيقة يمكن أن يكون طبيعياً لدى الرياضيين وغيرهم من الأشخاص النشيطين جسدياً، حيث يؤدي التمرين المنتظم إلى تحسين قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، وبالتالي فإن تقلصات القلب مطلوبة لتوفير احتياجات الجسم. وعلى الرغم من أن ضعف دقات القلب عن 60 نبضة في الدقيقة قد يكون طبيعياً تماماً أثناء النوم أو الجلوس أو الاسترخاء، لا سيما من قبل فئات كالرياضيين وكبار السن، إلا أن هذا لا يعني أن على المريض أن يطمئن ولا يلجأ للطبيب، فمن الوارد أن يكون ضعف دقات القلب مؤشراً على وجود مشكلة صحية خطيرة مثل خلل في كهربية القلب أو الإصابة بمرض ما. كما أن بطء القلب يمكن أن يسبب الدوخة والضعف ونقص طاقة أو نوبات الإغماء، وإذا كان سبب بطء القلب هو مرض طبي فستكون هناك أعراض إضافية. على سبيل المثال يمكن للأشخاص الذين يعانون من بطء القلب أن يكون لديهم الإمساك وتشنجات العضلات وزيادة الوزن رغم ضعف الشهية والجلد الجاف جدا والشعر الرقيق والجاف والحساسية غير طبيعية لدرجات الحرارة الباردة. كيف يمكن تجنب الإصابة بضربات القلب البطيئة؟ تعد أكثر طرق فعالية لتجنب الإصابة ببطء ضربات القلب هي خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، وفي حالة الإصابة بالفعل بأمراض القلب ينصح بمراقبتها واتباع خطة علاج تخفض خطر الإصابة ببطء القلب، وتساعد نصائح التالية على تجنب عوامل خطر أمراض القلب. أولاً، ممارسة الرياضة وتناول أطعمة صحية تحتوي على قليل من الدهون والأملاح والسكريات وغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. ثانياً، الحفاظ على الوزن لأن الوزن الزائد يزيد من فرص تطور أمراض القلب. ثالثاً، السيطرة على الكوليسترول وضغط الدم عن طريق تغيير أسلوب الحياة وتناول الأدوية الصحيحة لارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول. رابعاً، وقف التدخين عن طريق استشارة الطبيب حول طرق أو برامج تساعد على ذلك. خامساً، تعلم تقنيات تساعد على التعامل مع الضغط النفسي والعصبي بشكل صحيح. سادساً، الانتظام على إجراء الفحوصات الجسدية. في النهاية يفضل استشارة الطبيب بخصوص ضعف دقات القلب إذا ما كان نبض القلب بطيئا أو ضعيفا جدا بشكل عام، أو إذا لوحظ تدني معدل نبض القلب عن 60 نبضة في الدقيقة لدى شخص لا يتمتع بلياقة بدنية عالية.